السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد وموضوع جديد ومغامرات جديدة بإذن الله. طبعاً يا أخوان في بداية المقطع نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعاً يا أخوان اليوم بدنا نفرجيكم الحمام الجديدة، آخر قطعة وصلتنا. طبعاً هاي القطعة هي طايرة بالمفرق، يعني أغلبها عساكر حبات، يعني فيهم شوية عمر، ولكن إحنا عطينا المهم عندنا عشان محبات قوية، اللي بقعد بقعد واللي بروح بروح واللي بضيع بضيع. هدول جونا هدية من شخص عزيز علينا، هنخليهم على السطح صار لهم فترة بالمطير. هنفرجيكم يوم اليوم، هنفرجيكم حمام الراس الأول، بدنا نطلعها شوي بدري اليوم، اليوم الجو حلو، فخليكم معاي تابعوا المقطع. لا تنساني من اللايك، تعليق، دعم المقطع، خليكم معنا. طبعا يا اخوان زي ما قلنا لكم، طبعا هذا يا اخوان المطير لسه بده تظبيط، خير الله بده تظبيط، يعني قد ما تحكوا تظبيط، يعني اذا هاي الحمام شتت عليها شتوه واحده شطبوا. طيب تعال نشوف، انا ما راح افصلكم اياهم حبه حبه. طلع في زاجل ما شاء الله ماخذ السكسفونيه، في زاجل جوا يا اخوان، هذا معاهم زاجل ازرق ماخذ سكسفونيه وعين الله عليه. طبعا هاي القنون حاطط لهم اياهم لانه دول يا اخوان عناتر. طلعوا في هذا يعني جاي تركيبه يعني عمري ازرق اشي خنزير من الاخر. طيب في عندكم هون برضو راح نزل نفرجكم اياه، هذا يا اخوان زي الامازونيات جاي معصر، انا ببيضه يعني حبه قويه بكل معنى الكلمه. طيب في عندكم هون كمان بني جاي اربع طبع برضو. طبعا اخوان هذا الكشكي صورته، انا قاعد بصور لكم الحبات اللي ما فرجتكم اياهم. طبعا بنحب نقول لكم في هون نوري احمر من قويه السطح، شو بيعملون؟ شو بتعملون ولا شو بيعملون؟ مش عارف شكله امبارح حابس هون وانا مش منتبه عليه. طيب في عندكم هون احلس، بوز احلس برضو معاهم. في عندكم هون طلعوا لي هالاصفر الغضب، هذا يا اخوان شو بده يقعدوا، هذا للامانه شو بده يقعدوا مش عارف. طيب هاي النور الازرق حكيت لكم عنه، في هاي كمان الحبه نوري ازرق. في طبعا هون يا اخوان فيهم طوائف، طلع في هون طبع ازرق جاي زي راس الباكستانيات، عندنا ببيضه بنطنطوا كلهم. طبعا هذا الاحلس واحد، في عندكم الاحلس هون كمان واحد، هذا فيه عمر شوي الاحلس تمام. وفي عندكم كمان احلس هون، هم ثلاثة حلس. طلع خذ لي كشميري اللورنسات شو قادر بس الخلق، طلع كشميري اللورنسات هذا انسى انسى انسى. طيب في عندكم برضه هون ورا بالزاوية انحشروا في عبسي ازرق ثوب بلاشكا، ايوه طبعا دول اخوان في بينهم طواير عشان تكون بالصورة، في بينهم طواير هاي البني. طيب ما شاء الله في كمان معاهم بوز، بس البوز شكله زرق على المطير الثاني، في فتحة هون شكله زارق. طيب في عندكم برضو هذا المغبر، هاي برضو معاهم الحبة يعني زي ما انتم شايفين. طبعا هذا هسه نوري ودنقله عشان نطلعه مع القوية مع الراس الأول شو عامل. هذا المزهور صورت لكم اياه ماخذ قن هون، ومزهور ثاني ماخذ قن برضو كمان، طلعوا لي على الزاجل ماخذ قن وقاعد ولابد. هو هاي السكسفونية طلعت، هذا اللي جبناها طلعت طيرة بس بينت. طيب هاي كشميرية طيرة، هذول طواير السطح يعني حاطهم معاهم. شو في كمان حبات ما صورناها، يعني تقريبا صورنا الأغلب إلا إذا كان في إشي زارق هناك في إشي زارق، لا ما في. طيب خلينا يا إخوان أنا أعطيتكم إياهم بشكل سريع، حبات هاي بشكل سريع والأرضية بدها تنظيف كمان والله. هذا القرقاط الأبيض هاي هون قاعد معاهم، هون الشبل هذا المعصر طلع قتل حاله شنك حاله. خلينا ناخذ النوري ونحطه مع القوية. طبعا يا إخوان تعال نشوف هون، هاي خشة القوية، طاي النوري نزل لي تحت هون نزل، هم ثلاث نوريات حمر، هاي واحد هاي اثنين وهي الثالث تمام. وفي عندكم نمبر النوريات، هذا النور مرة بنقله هون ومرة بنقله هون، مرة بنقله هون ومرة بنقله هون، هلا كني. طيب خليكم معاي شوي،
هذا يا اخوان طباشيري تعبان، طبعا تعبان، بدي اشيله اليوم ما راح اخليه معهم. النور الازرق هيو معاهم، وفي عندكم العبسي كمان، وينه عبسي؟ هيو هيو معاهم. طيب خلينا نشوف هدول، ما شلنا هذا لان انا قاعد يا اخوان صار لي فتره بشيله وبحط، اشي بتعب اشي بصحصح. البربريسي معهم، اليهودي الاسود معهم، 10 2 4 6 8 9 10 2 4 6 8 10 هدول 30 حبه، هدول 30 حبه. طلع البواز، هلا البواز بلا يهودي شوي نصور البواز، هلا بالبواز هلا بالبواز هلا 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 بالبواز. هسا ان شاء الله نطلع لكم اياهم ونشوف شو حيصير اليوم. طبعا يا اخوان اعطونا رايكم بالحبات، ان شاء الله الحلقه الجايه بركي كنا مظبطين المطير ونفرجيكم المطير على اصوله وجماله. تعال نفتح عليهم خليهم يطلعوا. يلا هيو يلا تعال تعال. طلعوا الشباب هلا الشباب، هلا بال هلا بالشباب، هلا والله. ضل حدا ضل حدا ضل حدا، هيك بعطيك تخلصوا، هيك بعطيك تخلصوا واعتقادي في مكانه. طلع 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 البوز، طلع البوز، البوز بينطلق، البوز بينطلق. صفرة صغيرة بس، وين صفرة صغيرة؟ الله أصغر من الصغيرة، ما عملش غير بس هيك، بس هيك يا دوبك. طلع ما شاء الله، طلع ما شاء الله. يا إخوان الأرباش يعني اختلف اختلاف كلي. والله أول ما جبته يعني قلت أنا هذا بدي أشيله، بدي أشيله خلاص بدي أشيله، يعني يعني كان هبيلة يتعب يفسد. مسكت عليه برمة تكتكت وطلعته الصبح، شديت عليه طلع كيف صار، صار مع القوية يروح. طلع ما شاء الله الحمام طالعة نشيطة أبدا، ولا تصفلة ولا عبالك، هاي بدها الصفرة، هاي طخ. هاي قلبت 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 لورا. طلع ما شاء الله، طلع بالبزرة صارت فيش يا دوبك ربع لفة بالبزرة صارت، والله صارت بالعالي ما شاء الله. يلا روحي اكسر شمال شمال شمال، يلا شمال روحي اقلبي اسحبي لجوا. ايوه هاي هاي الكسحة الشمال، يا عيني عليكي يا عيني عليكي. ايوه بيمين، يلا روحي طلع ما شاء الله. اليوم نولعها، اليوم نولعها، اليوم نهربجها، اليوم نهربجها. حمام طالع مستلحي مع الطيران، شو هذا اللي ردها؟ اللي ردها اعدام، اللي ردها اعدام. بس جيب لي اشوفه، مش مبين معي لسه، بعيد الحمام. سمعونا على الاهتزازات، هات نشوف انو اللي رد وينه. يلا بديش اصفر لك لحالك، اخذت شوط واحد في شي رد، هسه بترجع تاخذ شوط. يلا روح ما. ايوه اقلبي، يا عيني عليكي، يمين شمال يمين، عجبي خيطي. طلع ما شاء الله، فرجيك يا وينك. حمام قاعد بتعلى، طلع ما شاء الله. شوف قرب لكم عليها، قربت الحمام.
يلا روحي اخوان. اليوم عن جد عن جد بدي الحمام تبدع. كيف تبدع؟ بدها تجيب معها اشي، بدها تخلط. هسا بدي اوقف شوي عشان افضل انا بصور، انا بكون طالع عليها. شد عليها صح، شد عليها صح ولا تسأل. خلينا نشوف اخوان، احكي معكم جد، الحمام والله العظيم ما بدي اصور، صرت اتجلى اتجلى اتجلى. خليكم شوي، ها نحن وقعت. طلع والله العظيم انها تشامط مشامطه مش طبيعي ما شاء الله. طلع هيك الزوم اقرب اشي. طلع وين على الحقيقة؟ أنا مش شايفها. وهي الحمام بتشامط مشامط. طلع لو بعد الزوم، بعد الزوم طلع. إخوان كاميرا التليفون جايبها بس أنا مش شايفها. هسه شفتها هي لما إجت لهون، تروح بتشامط بتروح يمين شمال. والله ما شاء الله عليها. لما فصلت اكمل حبه، بس في كمان حبه بدها تنفصل. هي كانت ترد بس سلك معه، بس انا بديش ولا طير يردها، بديها زي هيك تخلع مخالها. هسه بتمرق لها قطعه من هون، انقلبت اتجاهها كله، شايفين انقلبت اتجاهها. تمرق لها قطعه ايش؟ تيجي هون، طلع هسه بتعجب. هسه بتعجب. هات اشوف هذا اللي بيرده ايش هو. البوز لقطك، البوز لحلس لقطك. يلا روح. والله كان ممشاها قبل شوي هيك ردت، كسرت هيك ردت هيك. والله كنت اتجلى عليها تجلاي. مبوز بنزلك بنتفك هسه، تردح ليش فيها؟ الله ما شاء الله. سفرة ما اسطت مني انه معي سيجارة. ها هاي في طير، يلا جيبوه جيبوه جيبوه. ما جابوهوش، راح. اوبا الحقوه، بدنا نولعها اليوم. حكينا وين هي الحمام؟ ايه جيبوا لي يا جاي. عدنا اليكم، عدنا اليكم، والحمام لسه يا ايش بتشامط. طبعا انا ايش يعني بشغل وبفصل، بشغل وبفصل، بتجلى عليها. فيها طير طلعوا، كان فيها ما بعرف وين راح. ايوه يا بوجهه يا رب يبين هيك. ايوه ايوه شايفينه خلع فرد بوجهه. ايوه ايه والله ايه، رجع رجع. لا هذا إلي، هذا في كمان طير راح بوجهه. هذا ايش؟ هذا إلي ولا مش إلي؟ شو هذا؟ والله إلي هذا، لا يردح. مش إلي هذا، مش إلي هذا، أزرق هذا. ايش هذا الطير؟ اخوان هذا الي ولا مش الي؟ مش الي هذا الازرق، هذا مش الي هذا، بس كسر بالحمام، فجرها فجرها تفجير. اي مؤخر مؤخر اخر شيء. معقول؟ معقول هذا الشفر الازرق؟ لا بس هذا صغير حتى قليله، يعني مش شفر ازرق.
شوف شو قصته هذا الطير وشد عليها كسرها الله يكسر بخاطره. فجرها مش كسرها. جات شد عليها هذا الطير ابصر من اجالي فات فيها خرب الدنيا واقع من طيارة. يلا روحي. طلع خليها. وين راحت الحمام؟ انا قاعد متبع ليش تاني. عليات يلا روح الحق الحق انتوا اللي بتكسروا فيها. عجبتكم القاعدة؟ يلا روحوا. وين راحت الحمام؟ هيا راحت الشمال هيك. شدشد البراغي شدشد البراغي شدشد البراغي. هيا رجعت شدت رجعت راحت طاحت طيحي ما راحت. هيا جوا هيا بتحفر لجوا قاعدة. هيا حفرت حفر لجوا. خلينا هسه ايش قلت لكم اليوم بدنا نولعها يعني نولعها. اوبا شو اللي فركها هيك؟ شو اللي فركها هيك؟ دمت على بعض. شو اللي فركها؟ خلينا نشوف هسه شو حيصير. اخوان خشينا وقت المغرب عشان نطلع البواز هسه. هون فيها اشي ازرق. هو هذا الازرق اللي هبلها. ايوه لسه فيها. خليها. طلع طلع يا الورا بده يفسد هو تعبان. هو تعبان الشاب. المشكلة حمام نشيطة لسه يا اخوان نشيطة والله نشيطة لسه. يعني مش راح ترضى تحط. خلي ايو معاها. ضل ضل وضلش ايو بفلت شايفين؟ وضل تعبان بيحط هو. ما ضلش اسوي له. انا الحمام لسه يا اخوان نشيطة لسه بتطير. انا لو الصورة صفرة كمان بتشد. ايو تحت مأخر. ايوه حيموت حيموت. فرهل فرهل. خليهم شوي هسه عشان نطلع البواز كمان. طيب يا اخوان انا قعدت هاي الحمام مسكت برمه. صلها اياها. ابو 5 دقائق ماسكه برمه سايبها على راحتها. هاي البلجيكي حط كلهم حطوا. الازرق مش فيها يا اخوان. ازرق مش فيها يا اخوان. طلع النور عامل فيها حلبي منتوف نتف راسه. عامل فيها حلبي النوري. هم كلهم موجودين. انا شو مفقدهم يا اخوان. انا ايش شاكك انه كاملة يعني اخوان. هاي البواز بدنا نفتح عليهم. طلع زي ما قلت لكم فيهم الشفر. وين راح؟ شو ها؟ هي بالزاوية. هذا الشفر كان مع القوية تعبان حطيته هون. وفي بوز بده تليين من فراخ السطح برضو ها حطيته معاهم. طيب اخوان لا والله في شفرين. في كمان شفر على الريشة. هذا الشفر كان بالقوية لابس سود.
هذاك الشفر اللي على الزاويه اللي هو ايش هذا على الريش لسه مش مجرود بلاخم. طبعا الحمام يا اخوان فزت زي ما قلت لكم، هاي لسه مشعوطه. هات خلينا نطلع البواز. على بالبواز ترى في واحد طلع على السما. عجق عجق الدنيا. طب فوق في بوز على السما. ايوه 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 حط. هنطلع الباقي. ايهم اطلع. خلينا نطلعهم من هون. يلا اطلع 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 اطلع. روح روح تستحيش زي داركم. هايهم طلعوا كلهم. البواز هاي اطرحها خلينا نجيبها على الرفصه الثانيه. اطلع قرقاطي اطلع يا احلس. هذا الاحلس من الجداد. هذا الاحلس من الجداد. هات شوي نطلع لكم فيهم. طلع واحده. يلا خليه شوي. ايه شو النور اللي حط فوق؟ ليش النور هيا فز زي وين البواز؟ هايهم كلهم. استنى شوي. اصفر. في واحد حاط. خليهم حاط حطوه. حاط. هذا الشفر. الشفر لسه تعبان. اوعى تفسد اوعى تفسد. وين عيني على الشفر انا يا اخوان. هي هي الشفر هذا التعبان. صح صح هو بس بده شوية دعكة. بده شوية دعكة. هي في منهم حطه. هاي الشفر حط. شد عليهم شد على البواز. فيها كم من بوز حط على فكرة بس الباقي طيارات. ايهم شدين عليهم امورهم تمام. بدنا ايش؟ ندعكم دعكة منيحة مع الحمام. انا دخت قد ما بلف يعني. البواز طبعا البواز اخوان احلى اشي. هسه خليها بس لف. يكون في هون شوي ببينش بس يكون هيك في فضا. لفلكوا عليهم من هون تشوفوا البواز. البواز بالنص لبدات. واو طبعا شدوا شدوا شد شدوا. خليهم طيارات. هاي خليهم. هاي حط النوري. هاي شلت البواز ورا. كله 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 بحط. كله بحط الا ايش؟ في واحد هاي قاعد بيطير. قال لي هسه برجع يحط. الان يا اخوان هاي كلهم حطوا امورهم تمام. هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا إن شاء الله اليوم. إن شاء الله حلقتنا عجبتكم. بنشوفكم إن شاء الله على خير. يعطيكم ألف عافية. لا تنسونا لايك تعليق دعم المقطع. السلام عليكم.